استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العالمين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وأكد القادة على الأولوية التي توليها دول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة. وأكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني على دعمهم الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. كما أكد القادة على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، مشددين على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين مستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام. وشدد القادة على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة بما فيها تلك المبرمة من الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأراضي تمهيدا لإعادة أحياء مفاوضات السلام. وشدد القادة في هذا السياق على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوى القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة التي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم ورفع الحصار عن قطاع غزة وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع. كما أكد القادة على أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني وبما يخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن. وأدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة وتنتهك قواعد القانون الدولي وتقوض حل الدولتين المتوافق عليها دوليا والتي تؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى. كما أعربوا عن أهمية وقف إسرائيل بصفتها القوى القائمة بالاحتلال جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادر أو مصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن. كما أكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة ووضعهم موضع المساءلة. كما أدان القادة انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها وطلبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. كما أكد الرئيس السيسي والرئيس محمود عباس على أهمية الوصايا الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان للعبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. كما أعرب القادة عن رفضهم الكامل لأي محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا أو مكانيا. وأعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية للسلام، وذلك ضمن آليات وجدول زمني واضح ومحدد. ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها، ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الإنسان. وشدد القادة على تمسكهم أيضا بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها. كما أكد الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس على أهمية دور الرئيس السيسي في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الذي يعد مصلحة ضرورية للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته في الدفاع عن قضيته. وأكدوا على ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العاملين الفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر مؤخرا بدعوة من الرئيس محمود عباس للم الشمل الفلسطيني بمدينة العالمين يوم 30 من يوليو من عام 2023. وأكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وضرورة الوقف إلى جانب الوكالة ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استنادا للقرار رقم 194. واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثي على جميع المستويات من أجل صياغة أطر التعاون لتفعيل جهود دولية هادفة لإحقاق الحقوق المشروعة على الشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وذلك بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا للقانون الدولي والمرجعات الدولية المعتمدة والمتفق عليها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العالمين الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، الذي يقوم بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما شهدت مدينة العالمين الجديدة انعقاد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة
والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وقد صدر عن القمة الثلاثية بيان مشترك تضمن تأكيد القادة للأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية